متابعي قناة شوف تيفي اهلا مرحبا بكم على هذا البث المباشر من تطوان. اهلا وسهلا ومرحبا. 51 دقيقة بعد اغلاق مكاتب التصويت. المغرب الكل كينتظر الان، الكل يراقب، الكل يترقب، الكل ينتظر بكل صراحة شكون بغيتوه يكون في رئاسة الحكومة طيلة السنوات الخمس القادمة وشنو هي انتظاراتكم منها او منهم. هاد الخمس سنين هذه بكل صراحة شكون اللي كتشوفوا انه الشخص المناسب في المكان المناسب رئاسة الحكومة بعد العثماني. اليوم الكل عيبقى فايق، الكل عيبقى مقصر، انتظر اللوائح والارقام والنتائج ديال الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية. بكل صراحة بغينا اراءكم متسبعينا، شكون اللي بغيتو يكون رئيس الحكومة في هاد الانتخابات ديال اليوم؟ شكون هو رئيس الحكومة اللي كتشوفوه الشخص المناسب في المكان المناسب؟ غنعطيو الأغلبية شكون اللي تيحضر معنا في هاد التعليق وشكون اللي باغي. اسماعيل كيقول الأحرار. شكون اللي بغيتو كتشوفوه الشخص المناسب في المكان المناسب اللي يمكن له يكون رئيس الحكومة بكل صراحة؟ إبراهيم كيقول أخنوش. شكون في نظركم بكل صراحة بغيتوه يكون في رئاسة الحكومة بعد العثمان؟ أيا زكريا كيقول مرحبا بدون انتظار، مؤشرات تشير حزب الحمامة برئاسة أخنوش. مريم لا 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 ويليام، لا مريم بغيتي انا ما ناقشش مع التعاليق، عاد نشد رئاسه الحكومه وبداو بالسبال. الله يهديك. لا 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 لا، انا الجامع قالوا لي التاريخ اللي ما عمري ترشح. الو، بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم، شكون اللي بغيتو يكون رئيس الحكومه بعد اغلاق مكاتب التصويت 53 دقيقه؟ طبعا الكل كينتظر، اللي مع واللي ضد، وكاين اللي كيوجد طعونات الان. ياسين كيقول نزار بركة، أنا كنقول عزيز أخنوش فاطمة. عبد السلام كيقول أخنوش. سيمو كيقول حتى واحد. مريم كتقول الوردة. عزيز أخنوش. عادي نحسبها، راه كنحسبوا شكون هو أكثر حضور اللي يمكن المواطن كيبغي أنه يكون رئيس الحكومة. الجرار حسين كيقول أخنوش. عبد القادر تيقول اخنوش. صراحه واحد ما يليق ولكن ضروري واحد ينجح. يا مصطفى طبعا. مريم كتقول حتى واحد. مريم اللوكيلي ما كاين حتى واحد، كاين غير حتى واحد ما يمكنش. لا حتى واحد ما يمكنش، لان كنهضروا على الواقع باش نكونوا واضحين. هذو انتخابات تشريعيه، راه ما يمكنش غنبقاو بلا رئيس الحكومه وما تشكلش الحكومه، ما يمكنش. اذا في نظركم شكون هو الشخص المناسب في المكان المناسب اللي ممكن يعطي قيمه اضافيه نوعية لهاد الخمس سنين المقبلة اللي طور ربي في العمار؟ هذا هو الأهم. إذا متسبعينا، فاطمة كتقول أخنوش، عبدو كيقول الوردة. طبعا عدد كبير ديال المغاربة الآن تينتظروا، والحلم ديالهم الناس اللي خدمت مع إكس ولا مع إيكغيك. طبعا حنا شفنا حملات انتخابية ديال كل الأحزاب اللي شاركت فيها نساء ورجال، فئات عمرية مختلفة. الكل الوردة أو الحمامة. مريم كتقول الوردة. عماد تيقول أخنوش. أمل كتقول السنبولة. حسن تيقول حزب الاستقلال. أخنوش ناجح كتقول إلهام. أخنوش يقول إلياس. أخنوش مرزوق. العثماني. حبيبة كتقول الكتاب. إذا متسبعين بغينا أراءكم بكل صراحة، شكون باش غنشوفوا استطلاع الرأي على حسب النسبة ديال المشاركة ديال اليوم، ولا بالسلبي والإيجابي، بالمعاناة والمشاكل وبالفرحة، لأن كاين ناس فرحانين عارفين وحاسمين في اللوائح ديالهم، وكاين اللي الآن تيتقاتل ويدو على قلبه. الله يا ربي الله، الله يا ربي الله. عبد الحليم أعتقد، نزار بركة، فاتحة أخنوش، كريم أخنوش، الميزان. إذا متسبع التراكتور يقول محسن. بصراحة هذه الأسماء اللي تعطات واش كتشوفوها أنتم طبعا هي اللي ممكن تنقذ ما يمكن إنقاذه مخلفات ديال العدالة والتنمية أم ماذا؟ واش كتعتبروا أن العدالة والتنمية، إذا جينا نعطيو التنقيط، بغينا التنقيط الآن
ديالكم 10 نقطة، عندنا 10 على 10 العدالة والتنمية في هذا السير شحال يمكن نعطيوها في نظركم، وشكون اللي ممكن يكون البديل ديال العثمان؟ رشيدة كتقول الاستقلال، عبد اللطيف البردكي يقول اخنوش من غير العدالة والتنمية. مرحبا، إذا غادي نرجعوا لهذا الموضوع ديال العدالة والتنمية، غادي نعتبروا التنقيط ديالكم آرائكم 10 على 10 العدالة والتنمية في هذه المرحلة اللي مرت شحال تعطيوها؟ مريم الحداد كتقول الوردة ولا الميزان. اخنوش اخنوش ان شاء الله اخنوش هو اللي غادي يديها. مرحبا الكتاب مصطفى، بالنسبه للعداله والتنميه في هذا المرحله اللي مرت منها في الايام، في الايام دابا الان في الثواني الاخيره من حياه العداله والتنميه في انتظار تشكيل الحكومه، طبعا اذا اعطينا التنقيط 10 على 10 شحال كتنقطوا العداله والتنميه في التجربه ديالها في هذه المرحله؟ 10 على 10 اخنوش نور. اذا متسبعين بغينا ارائكم، شكون هو رئيس الحكومه الشخص المناسب في المكان المناسب صراحه اللي كتمناو انه يكون هو رئيس الحكومه الان؟ اخنوش سي اخنوش كتقول راجع العثماني هذا غير ودي الله يكون عليه نجر لي لساني. اخو ماس سي هشام احسن كيقول العثماني. اخنوش عبد الغني اخنوش ماها موحى عفوا نزار بركه يقول محمد الحمامه كتقول عائشه الاستقلال للاسف. مرحبا اخنوش. اذا بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم متسبين، شكون الشخص المناسب اللي كتشوفوه انه ياخذ رئاسه الحكومه الان؟ بكل نزار بركه تقول كريمه حتى واحد زكريا ما يمكنش موحى الحمامه علي الاخنوش اخنوش. اذا متسبعينا بغينا اراكم، احنا معكم في هذه الجوله بعد اغلاق مكاتب ديال التصويت، بعد اغلاق مكاتب ديال التصويت متبعينا، بعد اغلاق مكاتب التصويت شنو رايكم في هذه القضيه؟ شكون هو رئيس الحكومه بكل صراحه؟ اخنوش او نزار؟ اخنوش صراحة واش كتشوفوا أنه الاسم أو الأسماء اللي كتعطى ممكن أنها تنقد ما يمكن إنقاذه مخلفات الماضي؟ كل صراحة. إبراهيم كيقول أخنوش، علاء كيقول أخنوش، للأسف راه أخنوش وخا أوكي. وهبي خالد يقول وهبي محجوب أحرضار، راه ما يمكنش ما كايناش وما يمكنش. أخنوش كل صراحة واش عشتوا اليوم هذا النهار ديال التصويت لاحظتوا شي حاجه سلبيه او ايجابيه؟ بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم. لا اله كتقول اخنوش، سميح كيقول الحمامه، لا مال يقول نزار بركه، الورده ميزان. اخنوش اخنوش كنلاحظوا ان اخنوش حضر بقوه، كنلاحظوا ان الناس كتقول اخنوش بقوه. لا جينا نحسبوا التعاليق متسبعين من الان 8 8، طبعا عدد كبير ديال المواطنين تينتظروا النتائج الاوليه ثم النهائيه ديال هاد الانتخابات. كريم كيقول رجعوا بن كيران، هنا هنا هن اخنوش. اذا متسبعين غنشوف تيفي، احنا معكم في هذه الجوله الليليه، في هذه الجوله عفوا المسائيه وليس الليليه، ولكن على ما يبدو الليليه على الابواب. وهلا كتقول عزيز اخنوش، محمد تيقول اخنوش، لا منى ما قدر منى التغيير، لا اكيد تغيير، ولكن كل شخص عنده الكاريزما ديالو، عنده شخصيته معروف الوزن ديالو وماذا تيقدم لهذا الوطن. طبعا كل حكومه عندها السلبيات والايجابيات ديالها، وكاين احيانا كتلقى حكومه عندها السلبيات بالجمله. اذا اعطينا التنقيط لحكومه العثماني، عندنا المعدل ديال التنقيط 10 على 10 حكومه العثماني الان، شنو هو التنقيط اللي ممكن تعطيوها؟ واش كتنتظروا شكون هو رئيس الحكومه اللي كتشوفوا متسبعي كنشوف تيفي ممكن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب الان؟ باذن الله اخنوش، نتمنى ومتسبعينا ارائكم وتعليقاتكم، شكون هو الشخص المناسب اللي كتشوفوا انه ممكن يتحمل هذه الحقيبه ديال الحكومه ويعطي رد الفعل ايجابي ويتخطى المخلفات والمشاكل اللي عاشها المغرب للاسف في زمن كورونا او في قبل كورونا. محمد كيقول 0 10 كاملين. اخنوش اخنوش
مستوى خصو تعطيه فرصه. علاش لا؟ تقول ليلى اخنوش محمد محسن. اذا متابعي قناة شوف تيفي بغينا ارائكم بكل صراحه بدون يعني الواقع هو غيطلع رئيس الحكومه، ولكن بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم، شكون هو الشخص اللي كتشوفوه الشخص المناسب في المكان المناسب. بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم متابعينا، شكون هو الشخص بعد العثماني اللي كتشوفوه انه ممكن ينقذ ما يمكن انقاذه. اذا متابعينا، بعد اغلاق المكاتب ديال التصويت، واش كتشوفوا ان رئيس الحكومه المقبل، لان يوم الامتحان يعز المرء او يهان. دائما متابعينا، طبعا كنقولوا نتمنوا الخير، نتمنوا رئيس الحكومه البديل التغيير يكون في المستوى التطلعات ديال المواطنين، خاصة بعد معاناة في زمن كورونا، على مستوى التشغيل، على مستوى الإغلاق المعبر الحدودي، على مستوى الوطني وليس على المحلي، معاناة ديال مجموعة ديال المغاربة. واش كتظنوا بكل صراحة أن رئيس الحكومة المقبل ممكن يتسيطر على الوضع اللي غتكون خلفاته العدالة والتنمية؟ إذا السي عزيز أخنوش، واش كتشوفوا أنه كنشوف التعليقات ديال أخنوش بكثرة، واش أخنوش كتشوفوا الشخص المناسب في المكان المناسب؟ إذا متابعينا، بغينا آرائكم، بغينا تعليقاتكم، بغينا آرائكم، بغينا تعليقاتكم متابعي قناة شوف تيفي، باش نتجاوزوا هاد المحنة. بغينا بالفعل التغيير هذه الحكومة، وبغينا الشخص المناسب في المكان المناسب. إذا أيام معدودة فقط كتفصلنا بعد النتائج ديال اليوم النهائية اللي تعملها وزارة الداخلية، والكل كينتظر، الكل كيراقب، الكل كينتظر النتائج الأولية والنهائية، طبعا على مستوى الجماعات أو الجهات أو البرلمان. نتمناو بالفعل رئيس الحكومة الجديد يكون عند حسن الظن المغاربة. طبعا شفنا مجموعة ديال البرامج ديال الأحزاب هنا، ولكن كيبقى كل حزب عنده برنامج ديالو. وانتم متابعينا، شنو رأيكم؟ شكون هو رئيس الحكومة اللي كتلاحظوا أنه ممكن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب؟ شكون هو الشخص المناسب في المكان المناسب؟ هبه كتقول أخنوش، فاطمه كتقول أخنوش اكيد. بغينا ارائكم متابعينا، وشنو رايكم في تجربه ديال العداله والتنميه؟ صوفي أخنوش ساعي كيقول بغي نكون هو أخنوش، هو اللي غادي يحسن. مرحبا حسنا كتقول أخنوش ندى. اذا متابعينا، بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم. مين كيقول أخنوش؟ ان شاء الله كل شيء هو هذاك. نتمنى، ولأن ما يمكنش نعاود التعليق ديالك اخيرك فهمتيني. دوز على شعبان، دوز على شعبان، ولا دوز على الجيعان. اذا متابعينا، الان في هذه اللحظات الكل يدعو على قلبه، الكل يدعو على المصير الناس ديالو. يوم الامتحان يعز المرء او يهان. في هذه اللحظات المصالح المختصه كتقوم بالحساب ديال النتائج على حده، كل جماعه جماعه، وكل منطقه منطقه، وكل اقليم اقليم. ونتمناو ان شاء الله ترجع المياه لمجاريها، وتكون حكومه في المتناول وفي المتطلعات ديال المواطنين. اذا متابعي قناة شوف تيفي، احنا مازال معكم. وكاينه كتقول أخنوش ان شاء الله، بغينا سوسي أخنوش دور الحركه شويه. يوسف تيقول أخنوش رجل سياسه بامتياز، تجربه أخنوش الفلاحه احسن دليل. اذا متابعينا، بغينا ارائكم، شكون هو رئيس الحكومه اللي كتنتظروا انه يكون بعد اغلاق مكاتب التصويت؟ لان ما اقترحنا هذا العنوان حتى سالوا الانتخابات، باش ما نكونوش تنعطيو أو تنأثروا بطريقة أو بأخرى. إذا الآن الصناديق تغلقت،
كلشي تيحسب، كلشي يدعو على قلبه، كلشي تينتظر، كلشي تيكولس للتحالفات، كلشي تيفتش على التحالفات، كل واحد تيدير حسابه، كل واحد تيشوف شنو عنده في المنطقة ديالو، في الدائرة ديالو، اللي عنده شي حبابو يبانو عليه، اللي عنده شي صحابو يبانو عليه، اللي عنده شي ناسو يبانو عليه، اللي عنده شي علاقات ديالو تبان عليه، ونطلبوا الله الخير. اذا نتمناو الخير، نتمناو اللي فيه الخير ياتي الله، لان هذه مساله كتهمنا، كتهم المغاربه كاملين، كتهم الوطن، كتهمش الشخص، او حيت بعض المرات كتكون شي حسابات ضيقه، وانا ضد هذا وما خصنيش هذا، وخصني نصوت على هذا باش نطيح هذا ونعمل هذا وكذا. هذا اكبر خطا في الوقت، في الاصل كنكونوا كنهلكوا البلاد. حنا بغينا نزيدوا القدام، امور تحرك العجله الاقتصاديه باش ترجع المياه المجاريه. اذا متتبعي قنشوف تي في هنا، انتم كتلاحظوا الصندوق المركزي ديال السيارات اللي جابت الوثائق واللي كتحسب هنا في هاد البشويه ديال تطوان، ومجموعه ديال المكاتب كذلك. ونتمنوا التوفيق والنجاح، اللي غيخدم بنيه حسنه وعادي يدير يد الله، حنا معاه جمله وتفصيله. التطلعات ديال المغاربه، التعليم، الصحه، الشغل، هذا هو الاهم. اذا متتبعي قنشوف تي في، حنا مازال معكم في هذه الجوله عبر الشوارع الحمراء والبيضاء. افضل رئيس الحكومه اخنوس صاحب المشاريع المصباح عبد الله بئيري يقول دريس، اللي كيقول اخنوس راه بصح، الله الوطن الملك اخنوس رئيس الحكومه. اذا متتبعينا بكل صراحه، شكون هو رئيس الحكومه اللي كتشوفوه بغيتوه يكون رئيس في الحكومة، رئيس الحكومة طيل الخمس سنوات القادمة. إذا متتبعينا، طبعا كل المغاربة كينتظروا شغف، والآن الكل تينتظر شنو هي النتائج سواء الأولية أو النهائية. ونتمنوا التوفيق والنجاح أن الكل متتبعينا، ولكن بغينا التغيير طبعا باش نشوفوا شنو الجديد في هاد الخمس سنين ان شاء الله. متتبعي قنشوف تي في، حنا مازال معكم في هاد الدردشه بكل صراحه، شكون بغيتوه يكون في رئاسه الحكومه؟ كل واحد رايه، هذا كل واحد رايه، شكون الشخص اللي كبغيتوه يتسير الحكومه يكون رئيس الحكومه بعد العثمان؟ من قلب تطوان ساحه مولى المهدي، شكون الشخص المناسب في المكان المناسب اللي بغيتو يكون رئيس الحكومة؟ دقائق معدودة فقط، تفصلونا أو سويعات عفوا فقط، تفصلونا عن النتائج الأولية. بقاو تقاطروا عدد كبير ديال السيارات إلى مقر عمالة تطوان، لأن هناك غتكون الأمور. ونطلبوا الله الخير، نطلبوا الله الخير، نطلبوا النجاح، ونطلبوا الله تكون الامور ناجحه 100%. اذا متتبعي قنشوف تي في، احنا مازال معكم في هذا البث المباشر هنا من تطوان عبر الشوارع الحمراء والبيضاء. في نظركم شكون هو الشخص اللي بغيتو يكون رئيس الحكومه؟ بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم، بغينا نشوفوا النبض الشارعي، يعني شكون هو الشخص المناسب في نظركم اللي كتشوفوه متتبعينا يكون في رئاسة الحكومة. إذا متتبعي كنشوف تبعي، حنا مازال معكم في هذا البث المباشر، بغينا آراءكم صراحة، شكون هو الشخص المناسب في المكان المناسب اللي كتشوفوه ممكن أنه ينقد شي حاجة، يحرك شي حاجة بعد هذه المعاناة اللي عاشوها المغاربة، حكومة العدل مع حكومة العدالة والتنمية. إذا من شارع وحدة قلب تطوان، مرحبا بكل المتتبعين الأوفياء، احنا معكم في هذا البث المباشر، بغينا آراءكم، بغينا تعليقاتكم. في نظركم شكون هو رئيس الحكومة اللي كتوقعوا أو بغيتوه نتوما يكون على رئاسة الحكومة؟ لان الكل كينتظر، كل واحد كيدير حسابه، كل واحد كيشوف شنو عنده، كل واحد عايشوف شنو اللي ممكن يوصل ليه. ونتمناو الخير، حنا الاهم
حنا بغينا المغرب يمشي للقدام، الحق في الشغل، الصحة، التعليم، خص إعادة النظر في هذا التعليم الخصوصي بصراحة، لأن هذا الشيء بزاف، ارتفاع ديال الأثمان بزاف، شنو هي المردودية؟ علاش هذا التعليم خلق؟ وشكون اللي خلقه أصلا؟ علاش ما تبقاش الإدارة المؤسسة العمومية هي اللي حاضرة بقوة ويتم تطويرها؟ هذه من بين الأمور اللي خص رئاسة الحكومة الجديدة أنها تكون على الطاولة ديالها، على الطاولة ديالها عفوا. إذا منصور سيقول أنا مرحبا إن شاء الله. أخنوش يقول محمد نعيمة كتقول تعيش العدالة، تحية من دكالة أخنوش حفيد. سعيد كيقول نزار بركة. طبعا الآراء كتختلف متسابقا نشوف تيفي، وكل واحد عنده رأيه، يشوف الشخص المناسب في المكان المناسب. 8:12 دقيقة، الأوراق كتحسب بسرعة، الإعلان عن النتائج الأولية، الكل كينتظر النتائج الأولية متسبعين. طبعا عدد كبير ديال المواطنين الآن سواء الأنصار ديال حزب إكس أو إيكغريك أو اللي كينتظر شي واحد يسقط أو شي واحد ينجح، لأن كل واحد كينتظر هذا يطيح باش يركب عليه هذا وهذا يركب على هذا وهي ماشية. حنا بغينا تحية الناس ديال مكناس هامي مرحبا. حنا بغينا آراءكم، بغينا تعليقاتكم، في نظركم شكون هو رئيس الحكومة اللي كتشوفوه أنه ممكن يحرك العجلة ويقد المخلفات ديال الماضي والمعاناة ديال الماضي. من تطوان الحمر البيضاء، من تطوان الحمر البيضاء متسبعينا، بغينا آراءكم، بغينا تعليقاتكم، شكون هو الشخص المناسب في المكان المناسب اللي كتشوفوه أنه يتحمل حقيبة رئاسة الحكومة. إذن متسبعين احنا مازال معاكم، الصناديق ديال الاقتراع ديال الانتخابات غلقت هذه ساعة و 13 دقيقة. هذه ساعة و 13 دقيقة عدد كبير ديال المكاتب على المستوى الوطني كتحسب الآن، وعدد كبير ديال المكاتب اللي طوات وجمعات في الحسابات ديالها، لان كاين بعض المكاتب اللي اصلا النسبة المشاركة كانت قليلة، وكاين بعض المناطق اللي تعرفت لان النسبة ديال التصويت عندها كانت ضعيفة، ونقدر نقول انه تحسمت على المستوى المحلي شكون هو الشخص اللي ممكن يفوز في هاد اللائحة اكس او ايكغريك. ولكن بغينا اراءكم متسبعينا. عبدوك يقول عز اخنوش، عبد الاله عربي يقول عز اخنوش، نور الدين تيقول اخنوش، من برشلونه حسين تيقول اخنوش. بغينا اخنوش، تعليق ديال الاخ اخنوش باذن الله. بغينا اراءكم متسبعينا، بغينا تعليقاتكم. حنا تنقترحوا، نطرحنا سؤال، في نظركم شكون هو الشخص المناسب في المكان المناسب اللي كتشوفوه انه ممكن يتحمل حقيبة اذا نتمنوا بالفعل تبان النتائج في هذه الليلة وتكون الامور واضحة وضوح الشمس. نتمنوا ان شاء الله ترجع المياه لمجاريها، ترجع الحياة الطبيعية وتنتعش الحركة الاقتصادية والسياحية. نتمنى كذلك تحرك العجلة، لأن بالفعل بغينا حكومة قوية، بغينا ناس اللي تخدم البلاد، بغينا الناس قبل ما تاخذ القرارات تفكر 100 تخميم وراح الضربة بالمقص، لأن الأخطاء القاتلة اللي عشناها السنة الماضية في زمن كورونا أربكت وخربت العدد كبير ديال الناس والمشاكل، وهذه ما تنساش المغاربة. إذا بغينا حكومة تخدم بالعقل، ما تكونش سريعة، ما تقلقش لأن السرعة تقتل. بغينا حكومة اللي ممكن تاخذ الأمور يعني كما كنقولوا بالعقل، هذا هو الأهم. إذا دائما متسابقا نشوف تيفي، احنا معكم في هذا البث المباشر هنا في مدينة تطوان،
بغينا ارائكم. زيد الشريف زيد، بغينا ارائكم معذره، بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم. نطلبوا الله الخير، نطلبوا الله ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، هذا هو الاهم. اذا دائما متسابين، احنا معكم في هذه الدردشه، نتمنوا تكونوا بخير، كننتظروا بفارغ الصبر النتائج، كننتظروا كاملين النتائج ديال اليوم، ونطلبوا الله انها تكون بخير وعلى خير. متسابعي قناة شوف تيفي، شكرا لكم، كان معكم معتكف كالعاده، انتظروني بعد قليل من مقر عمالة تطوان باش نتبعوا ونعطيكم النتائج الاوليه اللي غتوصلوا بها. شكرا لكم، الى اللقاء.